احنا معانا هاتفيا استاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام. مساء الخير يا استاذ اشرف. اهلا، مساء الخير لحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني استاذ اشرف، يعني خليني في البدايه اسالك على يعني تقييمك للتغطيه الاخباريه اللي حصلت على مدار اليوم لهذا الحادث. دعينا اولا بدايه نعبر عن خالص العزاء لابنائنا واسرنا واهالينا الذين اصابهم هذا الحادث الاليم، وندعو الله ان يتغمدهم بكامل المغفره وان يسكنوا فسيح جنته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان وان يجاهد الله في شفاء المصابين وان يعافيهم ويمتعهم بالصحه والعافيه وان يعفو عنهم وان يسمن كثير من تلك المواقف النبيله لهؤلاء الرجال. وفي نفس الوقت اريد ان اسمن الكلمه التي استمعت اليها الان لقداسه البابا التي تحمل الروح محبه والسمو فوق كثير من النكبات من اجل وحدته ومن اجل حمايه الشعب المصري، وان يطفو بكثير من المعاني الايمانيه الروحانيه التي تثقل كثير من الازارات من اجل الحفاظ على روح الانسانيه وايضا ابناء الشعب المصري، وان يكون لديهم درجه كبيره من التكاتف من اجل رفع شان البلاد وان يتمسكوا بوحده النسيج الوطني من اجل صالح البلاد ومن اجل ان تستمر وتعمر الارض بكثير في ارض مصر بكثير من الخيرات وكثير من الاخلاص والمحبه بين الشعب المصري. ولتاكيد تابعنا اليوم تغطيات كثيره، لكن في الغالب يجب ان نتوقف عند مثل هذه المغطيات هنا او هناك، لكن اعتقد اقول وانا من خلال متابعه يوميه من الساعه 11 حتى الان ارى ان الغالبيه العظمى سواء في مصر او في خارج مصر تعاملت مع الحارس باحترافيه ومهنيه بعيدا عن بعض المؤطرات الفارغه، واعتقد ان هذه التغطيه صبت في صالح ان يكون هناك نقل الحقائق بشكل كامل وبشكل فيه كثير من المصداقيه والشفافيه واللجوء والاستماع الى البيانات، وان يكون هناك بالفعل نشر كثير من تفاصيل المشهد بكل عنايه ومصداقيه. هذا الامر اعتبر انه عبر عن المهنيه الخالصه سواء فيما يتعلق الصحفيه والاعلاميه سواء في مصر او في خارج مصر، بعيدا عن مثل هذه المؤطرات والخروجات لبعض المأجورين الذين لديهم اهداف خبيثه بهدف ان يكون لديهم درجه كبيره بس السموم. وهذا الامر اعتقد ان الشعب المصري لم يلتفت اليه ولم يستمع اليه، لان هؤلاء مجموعه من الخوارج خرجوا عن ما يعرف بقيم الاخلاق الانسانيه، وفي نفس الوقت ايضا بعيدا عن اي نوع من المهنيه الاعلاميه. واعتقد ان الحادث نقل بكثير من التفاصيل على مدار الساعه للدولة الشعب المصري أقباطه ومسلميه، وأن يكون هناك درجة كبيرة من إعمال العقل في نقل الروايات وفي نقل كثير من الحقائق حتى ينشر كثير من القيم والأعراف الإعلامية التي تصب في خانة الحفاظ على وحدة وأيضا قدسية التراب المصري بعيدا عن أي نوع من الأغراض الخبيثة محملة بكثير من الأهداف غير مقبولة وخبيثة تهدف إلى أن يكون هناك زعزعة والأمن والاستقرار في مصر. وهذا الأمر ولله الحمد فطن الشعب المصري عليه وأصبح مثل هذا الأمر خلف ظهر المصريين، لأن هناك اليوم تعمت وبوع مصر حالة من الحزن الدفين، والجميع اعتبر أن هذا الحادث هو حادث لكل المصريين وأعتقد حتى الآن لما يعد. أستاذ أشرف، هو الصوت فيه مشكلة، يعني الشبكة واضح ان فيها مشكلة، فبستأذن حضرتك يعني تتحرك يمين او شمال قليلا عشان نقدر نستوضح الصوت. استاذ اشرف حضرتك معايا؟ سامع حضرتك كويس. اتفضل. بكل تأكيد اعتقد ان ما حدث اليوم من تغطية اعلامية ومهنية اعتقد ان لقت نوع من الترحاب بعيدا عن مثل هذه المؤطرات التي تحدثنا عنها، واعتقد ان هناك كثير من الحزن يعم البيوت والشارع المصري نتيجة هذا الحادث المفجع الأليم الذي اعتصر قلوب كل المصريين. وأعتقد أن هناك بالفعل تصميم وإرادة على استمرار الحياة وأن يكون هناك أخذ في الحيطة في المرحلة القادمة لمعالجة وتلافي مثل هذه الحوادث من خلال الإجراء واتباع الاسترشادات والإجراءات. وأعتقد أنها ستكون مهمة الحكومة والهيئات المختصة في مصر بما فيها المحليات لتوفير كثير من منظومات واسترشادات الرعاية المتكاملة فيما يتعلق ب
الحماية المدنية وأيضا ما يتعلق بدوائر الإنذار المبكر وغيرها من الوسائل التي تمنع وقوع أو تكرار مثل هذا الحادث الأليم الذي تعامل معه الشعب المصري بكثير من الحزن والألم. وأعتقد أن الخطوة القادمة ستكون أمام الحكومة في ضوء ما أكد فيه رئيس الوزراء أن الجهات في الدولة كافة عملت منذ اللحظة الأولى على إمكانية إنقاذ وتلافي مثل هذا الحادث. وأعتقد المستقبل وفي الأيام القليلة القادمة سيكون حتى في بند الأول في اجتماع الحكومة يوم الأربعاء القادم ما هو هناك من تشريعات وقوانين وربما أيضا قرارات إدارية تلعب دورا كبيرا في صياغة كثير من الاستحكامات الخاصة بمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام.